بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، خلينا اليوم نكمل في الشابتر الجديد لطلبة المستوى الأول، أبنائي وبناتي من كلية التمريض. طبعا يمكن هذا الشابتر بالذات وإن كان ربما شوية هو صغير في حجمه، لكن ممكن نلاقي بعض الكلمات شوية صعبة وأنا مش قادر أستوعبها، على اعتبار يعني قبل ما أبدأ، على اعتبار أنه هذا الشابتر مرتبط ارتباط كبير بمساق تاني حنبقى ناخده ان شاء الله، اللي هو مساق التشريح وظائف الاعضاء. طبعا ليه احنا ما بنتكلمش على، يعني في احنا حكينا انه في وجهات نظر ولعلم النفس، وحكينا شو انواع علم النفس، وحكينا علم النفس بين الماضي والحاضر، وحكينا بعض المصطلحات. اليوم بدنا شوي نبدا نفصل في بعض، هو كيف العلم هذا هو بيجي شويه شوي كله مركب على بعضه. اليوم موضوعنا بنتكلم على حاجه اسمها بيولوجيكال فاونديشنز اوف بيهيفير، ايش التفسيرات البيولوجيه للسلوك. لما نقول كلمه بيولوجيه يعني حيويه، طب ما عرفتش اقول حيويه جسديه، طب فسيولوجيه كل نفس الشيء، يعني بين قوسين. عشان هيك حنلاقي شويه مصطلحات غريبه لانه بتتكلم على اعضاء في اعصابنا موجوده، وبعض الانسجه وبعض الخلايا المترابطة بها بدنا نتكلم بها حسب اللي هو الجهاز العصبي وتركيباته. أول حاجة nervous system اسمه الجهاز العصبي، بيقول لي the most complicated system in the human body where billions، خلينا نقرأ بعدين بترجم. billions يعني آلاف الملايين، مليون بليون of interconnected، connected معناتها مترابطة، interconnected يعني متشعبة، متشابك مع بعض، cells يعني خلايا، radiate all over the body. لما أقول لك كلمة radiate all over the body يعني معناته هي تشع، أو يعني خلينا نقول تتحكم أو تصل لكل أنحاء الجسم. إيش قصدك في كل الكلام هذا؟ بقول لي إنه الجهاز العصبي هو أعقد جهاز موجود في جسم الإنسان، ويحتوي على خلايا بالملايين يصعب جدا عدها وحصرها. وهذه الأنسجة أو الخلايا العصبية هي تمتد هنا وهناك حتى تتحكم في جميع أجزاء الجسم. طيب بقول لي specialized cells of nervous system include، شو بقول يعني؟ وعلى فكرة إذا الواحد لقى بيكو أو مثلا طالبة لقت إنه ما فهمتش من أول مرة، مش عيب ومش غلط تعيد الفيديو مرة ومرتين وثلاثة. أنا يمكن وأنا بشرح طبعا أنا حاطط دائما أمامي عشان ما أنساش سقف مستوى أول بكل تفاصيله، لكن مرات الإنسان بنسى، خاصة إنه الإنسان يعني أنا ما أنتوا عارفين بنعلم أكثر من مستوى، فبالتالي أنا بحاول إنه قدر الإمكان ما أطلعش عن حجم مستوى أول. مش معناته إنه أنتوا لا سمح الله يعني صغار لا، بس علشان أنا بدي إياكم تطلعوا على السلم شوي شوي عشان تطلعوا اقوياء، اللي بيطلع مستعجل بوقع. طيب specialized cells of nervous system ايش بقول لي يعني؟ ما هي الخلايا اللي انت بتتكلم عنها اللي تعتبر ايش؟ خاصه في النيرفس سيستم، يعني كانه بقول لي بالاحمر هذا بقول لي ما هي الخلايا الخاصه اللي موجوده في الجهاز العصبي؟ بقول لي اول حاجه بتشمل ايه؟ بتشمل اربعه عشان ما ننساش. هي واحد ريسبتور سيلز اللي قدامنا هشرح، وهي الثاني اسمه effector cells هذا هو شايفينه، والثالث اسمه نيورون، والرابع اسمه نيرف. بس الآن ذكر، أنا هشرح الآن يبقى ننساش الآن. receptor cells لما يقول لي كلمة receptor يعني الخلايا المستقبلة، بيقول لي embedded in the sense organs، إن هذه الخلايا مزروعة في إيش؟ أماكن الإحساس. إحنا كم من إحساس عندنا؟ خمس حواس. طبعا ما يجينيش واحد يقول لي انا عندي الحاسه السادسه او السابعه او الثامنه، هذه بركات وكرامات انا ما بتدخل فيها، لكن احنا احساساتنا الرسميه في جسمنا خمسه. ايش هم؟ سينج، ايش يعني انا بشوف، هيرينج بسمع، سميلينج بشم، تيستينج بتذوق، تاتشينج بالامس. ايش هذول موجودات؟ بقول لي الريسبتور سيلز هذول ريسيف فيريس تايبس اوف ستيميوليشن، فيش حاجة جديدة، بس كلمة يمكن فيريوس حاجة مختلفة معناتها. stimulation مثير حسب الكلمات، from environment من البيئة، which are then transmitted to the brain. بعد هيك ايش بقول لي؟ transmitted تنتقل. البرين ايش معناتها؟ المخ. واوعكم ننسى الفرق بين البرين والمايند، انا بتكلمش على مايند، واحد يجي يقول لي إيه بتاخذ الموضوع بتوديه على المايند، لا بتوديه على البرين. وبعدين البرين اللي بيشتغل، طبعا البرين
اسمعوني كويس، البرين هو عضو، هو الأنسجة، هو النسيج. المايند هو الفانكشن. يعني ممكن نقول، بنقدرش نقول لفلان ما عندوش مخ، كل الكائنات عندها مخ، حيوان، إنسان، أسماك، كائنات حية عندها مخ، لكن المايند لا، يتفرد في الإنسان اللي هو العقل البشري اللي هو يعتبر function of the brain، وظيفة المخ. طيب خلينا نتكلم، إيش قصدك هنا يا أستاذ؟ قصدنا أن الريسبتور سيلز عبارة عن خلايا مستقبلة موجودة في جميع مراكز الإحساس الخمسة، بتأخذ الإحساسات من الانفايرومنت، من البيئة، وبتوديها على المخ. يعني الأنف بشم ريحة الطبيخ وبقول والله في طبيخ على النار، الأذن بتسمع أنه عماله صار يطلع اللي هو الطبيخ، عماله بطف، الحق اطفي الغاز، شوف كيف كلها مترابطة. الإيد راح تمسك الطنجرة لقيت سخنة، يبقى احنا كله نستخدم الإحساسات. بدينا نأكل يعني صار عندي أنا تيستينج، التذوق. بعدين ضل إيش عندنا؟ شفنا الطبيخ صار في سينج. رحمة ربنا سبحانه وتعالى إنه هذه الإحساسات موجودة في جسمنا، بتنقل وين؟ بتودع البرين، والبرين بترجم. طبعا هل معناته بصيرش أي خلل؟ لا بصير. بنسمعش بعض الناس صار عنده شلل وبطل يستجيب أو بطل يشم أو فلان، نسمع بنقول في الكورونا انه بيفقد حاسة ايه الشم. طب ليه؟ من بداية الاعراض الاساسية المركزية. هي مش هتضل دايما، مرات بتضل في بعض الامراض زي لما نكون في باراليسيس شلل، او صار لا سمح الله تيومر يعني اورام او شغلات من هذا القبيل. خلينا نكمل، مش موضوعنا الان. ريسبتور سيلز اول حاجة، اثنين افكتور سيلز. افكتور جاي من كلمة افكشن، فيها حاجة بسموها رد فعل او فاعلية، يعني بسموها ايه؟ الخلايا الفاعلة، الخلايا اللي بتشتغل. البرين اخذ من وين؟ مش اخذ لقيتها، هو اخذ ايه؟ اخذ السيجنالز، الاشارات اللي اجته من وين؟ من المراكز الحسية اللي حكيناها في البند الاول. لكن ليش بقول لي البرين سنس؟ بيرسل الموتور سيجنالز. ايش يعني موتور سيجنالز؟ بيرسل اللي هو الاشارات الموتور. ايش يعني موتور؟ الحركية. لمين بوديها؟ للإفكتور سيلز، للخلايا الفاعلة اللي هي وين موجودة؟ إمبيدد، مغروسة في العضلات، مسلز. وما يجيش واحد يقول لي مسكل، أوعكم، للأسف في بعض الناس بيرفضوا غلط. مسلز أند جلانس، جلانس يعني غدد. نضرب مثال، إيش قصدك في البند هذا؟ باختصار إحنا قلنا السبيشال سيلز أربعة، الأولى ريسبتور سيلز ودت على المخ، الثانية افكتور سيلز ترجمت وودت. كيف ودت؟ اجت قالت للايد دير بالك هذا الطبيخ ابعد عنه. طب الجلانس ايش دخلها؟ اعطيكم مثال، زي لما واحد بيكون صايم اخر يعني اخر النهار، واجى روح على البيت لقى الام ما شاء الله عامله الاكل والطبيخ وريحته يعني ما شاء الله نفاذه جدا وجميله جدا، صار مش بيده، صار ريل، صار يطلع منه رياله شويه. طبعا ايش معناته اشتغلت الجلانس هذه؟ طبعا من رحمه ربنا، مش معناته انه يعني انه صار في مشكله، لا ابدا. يبقى معناته استقبلت الريسبتور، بعدين ارسلت البرين عن طريق الافكتور. طب ايش النيورون يا استاذ رقم ثلاثة؟ بقول النيورون انا سبيشلايزد، ايش انا بقول؟ كوندكت سيجنالز، بوصل الاشارات from part to another. ايش يعني from part to another؟ يعني من جزء الى اخر، من جزء الى اخر. زي كيف يعني جزء الاخر؟ هو هنا بيربط الريسبتور مع الافكتور سيلز، الريسبتور مع الافكتور سيلز. لا احنا الان احنا بعض الناس كان بيقول لك هل التنين ابعاد عن بعض؟ اوعى نفكر انه احنا في جسم الانسان كانه كل واحد في دوله، ابدا. ما بنقدرش نقول كل واحد في دوله، احنا بنقول قاعدين انه مش كل واحد في دوله الخلايا اللي بتستقبل في واد والخلايا اللي بتشتغل في واد. لا احنا قاعدين بنقول انه سبحان الله عندما تنتهي الخلايا المستقبله بتبدا الخلايا ايه اللي هي الاعمال المستجيبه. نضرب مثال، يعني اقصد الان انا اجى الطفل مد ايده على الغلايه، ريسبتور، ركزوا معي. الان لما مد ايده على الكوبايه او الغلايه السخنه او البراد السخن، ارسل اشاره للمخ انه هذا سخن، فرفع ايده، الافكتور من حد ما رفع ايده اشتغلت الافكتور. ما يربط بين الريسبتور والافكتور اللي بربط بينهم هو ايش اسمه؟ نيورون. فيش حاجه اسمها انه هذا لحاله هذا الحال، ابدا. حتى شبكه الشرايين والاورده في جسمنا ما هي في كل واحده فواد، بالعكس عندما تنتهي الشرايين تبدا الاورده، وكذلك عندما تنتهي الاورده تبدا الشرايين، هي هيك.
هذه منظومة ربانية يعني لا يعلم كنهها ولا صنعها إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى معناته اللي بيربط الريسبتور سيلز مع الإفكتور سيلز هو مين؟ النيورون. طب النيرف إيش دخل النيرف هنا؟ النيرف بقول له هو العصب. العصب بقول له هو عبارة عن لونج فايبرس. إيش فايبرس؟ يعني متليف، لونج طويل، بارتس أوف ماني نيورونز باندلد، يعني متجمعة مع بعض، باندل توجذر متجمع مع بعض، اند رن ثرو ذا بوديز. ايش قصدك؟ نيجي عشان نفهم كويس. الان النيورون ايش بتعمل؟ بتربط ايه؟ الريسبتور بالافكتور. طب النيورون ونيورون ونيورون، راح اسمع معي، صار ايش؟ النيورونز مع بعض كلها لما تتجمع تشكل العصب، زي لما نقول العصب الموجود في ظهرنا، زي العصب الموجود في النخاع الشوكي وهكذا. يعني وكأنه بقول سبحان الله، الفور سبيشال سيلز جاي متراكمة وجاي ورا بعض. أول حاجة خلايا مستقبلة، اثنين خلايا فاعلة، ثلاثة خلايا بتربط بينهم نيورونز، أربعة خلايا تحتوي أو عصب بيحتوي على كل نيورونز سمنا اللي هو العصب اللي هو المتليف اللي هو الطويل شوية. خلينا ذاكرين هذول بدون حفظ، اللي هم إيه؟ نعيد كمان مرة، ريسبتور سيلز، افكتور سيلز، نيورونز، نيرف. أنا بشرح على ميل علشان الكل يفهم والكل يستوعب. طيب division of nervous system شو يعني؟ أقسام الجهاز العصبي. أقسام الجهاز العصبي، يا ترى إيش الجهاز العصبي بتكون من إيش؟ الآن الجهاز العصبي بتكون من قسمين، ولما نيجي على الكتاب حتلاقوا مكتوب لكم، تابعوا معنا دائما أول بأول. الجهاز العصبي في قسمين، قسم مركزي وقسم طرفي. إيش القسم المركزي؟ central nervous system، والاختصارات مهمة، مش حدا بكره يقول لي يا استاذ مهمة، لا مهمة اسمها، لما اعطيكوا ثلاث احرف كابيتال وانتوا حتاخذوه كمان في الترمينولوجي. سنترال نيرفس سيستم، الجهاز العصبي المركزي. وايش رقم 2؟ بيريفرال نيرفس سيستم، تمام، بي ان اس، بيريفرال نيرفس سيستم، الجهاز العصبي الايه؟ الطرفي. وتنسوش انه دائما الترجمه، ما تعرفين ايش اشطر مني، بتبدا من الايش؟ الاخر للاول. طيب نرجع كمان مره، بقول لي اقسام الجهاز العصبي، واللي شاطر فيكم واللي شاطره فيكم تعمل رسمه هيك عند على ورقه A4 بعد ما نخلص كل تركيبه الجهاز العصبي، عشان ضلت تذكرها ضل مرسومه قدامها من ناحيه تشريحيه، ايش اللي انا بدي استفيد منه عشان بكره اربط مع بعض، زي الشجره تاعت العائله او الشجره اللي بتصير مرات زي الهيكليه. يعني بفوق بنكتب نيرفس سيستم، بعدين هنا سنترال، وعلى الشمال بنقول بيريفرال. السنترال نيرفس سيستم بيشتمل على حاجتين، برين، مخ، سباينال كورد، النخاع الشوكي، الحبل الشوكي. بيريفرال نيرفس سيستم برضه بيحتوي على ايش؟ هان طب نجي، بيحتوي على شغلات اللي انا حتكلم فيها. بقول لي هذا برانش، ايش يعني؟ جاي متفرع من وين؟ من السنترال نيرفس سيستم، لكن بقول لي رايح للاول بارتس اوف ذا بودي. ايش يعني اول بارتس اوف ذا بودي؟ لكل اعضاء جسم الانسان. طيب النيورونز اللي هو العصب اللي جاي من البيريفرال، انا هنا ما حكيتش الكلمه لكن هو الاختصار بكفيني، من البيريفرال نيرفس سيستم، كونفي يعني بوصل سيجنالز فروم ريسبتور سيلز تو سباينال كورد اند برين. بودي ايش؟ بودي الاشارات. بودي الاشارات لمين؟ للسباينال كورد اللي في الظهر وراء، والوين للبرين اللي هو الحبل الموجود هيك في كل الفقرات، في جوا حاجه اسمها سباينال كورد، وبروح كمان وين؟ على البرين. طيب خلينا اقف بس شوي احكي كلمتين، لانه دخل عليه مصطلح جديد، مصطلح اسمه افيرنت ومصطلح اسمه افيرنت، ركزوا معي شويه. الان نعيد كمان عشان نقدر نستوعب. بقول لي اقسام النيرفس سيستم، في سنترال وفي بيريفرال. حاضر يا استاذ فهمتك، لكن بقول لي دير بالك البيريفرال نفسه جاي من وين؟ البيريفرال نفسه كمان هذا مهم كثير. ليش مهم؟ بقول لي هذا النيورون جاي من اللي هو البيريفرال نيرفس سيستم اللي بروح على كل جسم الانسان، وهنا سمى لي افيرنت. وفي حاجات تانية نيورون بقول لي بتاخذ المسج، ترانسميت، تنقل المسج من البرين اللي هو المخ والسباينال كورد اللي هو العصب الحبل الشوكي، وبتوديه وين؟ هنا على الافكتور، الخلايا الفاعله، سميناها افيرنت باثوي. طب ايش قصدك في افيرنت وايش قصدك في افيرنت؟ بدي اشرحها بالراحه عشان الكل يفهمني. الان ركزوا معي، لو انا شفت شيء امامي، انا شفته الان، اللي انا شفته بده يطلع على المخ عشان يفسر لي ايش اللي انت شفته. لما اشوف شيء ويطلع على المخ، لما اشوف شيء
ويطلع المخ عن طريق كمان السباينال كورد اسمه افيرنت، بسموه الصاعد الطالع. ليش سموه الصاعد او الطالع؟ يعني هذه الاشارات جايه من برا وطالعه على المخ. طيب الاشارات اللي نازله من المخ وتفسر لي وتقول لي انت شفت يا استاذ كلب، انت شفت يا استاذ بني ادم، اللي خلايا اللي نازله من فوق سميناها افيرنت. ايش يعني افيرنت؟ النازله اللي هو من فوق، اللي هو هنا كانت مستقبله ورافعه، هنا لا صارت مترجمه ونازله. ايش نازله؟ يعني نضرب مثال بالعربي حتفهموا لحالكم. الان انا شفت امامي غلايه، حطيت ايدي، مجرد ما حطيت ايدي ولقيتها سخنه اشتغل الافيرنت. ايش يعني الافيرنت؟ ودى الارساليه هذا سخن، ارفع ايدك، بيرفع ايده فورا. ايش اشتغل؟ افيرنت، تترجم لاداه رفع عشان نبعد عن الخطر. هذا اسمه افيرنت وهذا اسمه الافيرنت. لقدام حتفهموه كمان لحالكم. يبقى الامر مش معقد، انا قاعد ببسطه، هي معلومات صحيح تشريحيه لكن انا ببسطها، يعني يمكن مش حكون ابسط من هذا الامر اللي انا قاعد بتكلم فيه. طيب نيجي على الافيرنت. ايش قلنا الافيرنت؟ خليكم ذاكرين، الافيرنت اللي هو الشيء النازل، اللي هو المترجم، اللي هو اللي بروح على العضلات، اللي بروح على الخلايا، اللي بروح على الغدد، هو يعني بعد ما راح على البرين وصار له ترجمه. طيب بقول لي هذا نوعين، نوع اسمه السوماتيك نيرفس سيستم. الناس اللي حبوا يرسموا على الاي 4 بيرسموا، بيضلوا يكملوا. كيف بيضلوا يكملوا؟ حطوا هنا سنترال وهنا ايش؟ بريفرال، ومسكوا السنترال وكتبوا برين وسباينال كورد، ومسكوا البريفرال وبدوا يشتغلوا على ايش؟ بدوا يشتغلوا على افيرنت اند افيرنت. هل قد ناخذ الافيرنت؟ الافيرنت في نوعين، نوع اسمه سوماتيك نيرفس سيستم. سوماتيك، سوماتيك يعني ايش؟ هنا في حاجات اسمها السومات، السومات يعني الجسد، اعضاء العضوي. يبقى صار ايش اسمه؟ الجهاز العصبي اللي له علاقه بالاعضاء بالتحريك، وهذا سميناه فولنتري. فولنتري يعني ارادي. طب لايش يا استاذ انت فولنتري؟ بقول انا بتحكم بالاكشنز اللي اندر فولنتري كنترول، اللي هي تحت الايش؟ تحت التحكم الارادي. زي ايش؟ زي رفع الايد، رفع الرجل، تحريك الراس، تحريك مثلا البدن، امشي اروح. هذا ايش اسمه؟ اللي مسؤول عن السوماتيك نيرفس سيستم، هذا فولنتري يعني ارادي. طيب الاوتونوميك، من اليوم طالع لما نسمع كلمه اوتونوميك اسمه ذاتي، او بنسميه تلقائي، ذاتي او تلقائي، او بنسميه لا ارادي اللي هو انفولنتري. الاوتونوميك نيرفس سيستم عباره عن جهاز عصبي ذاتي، يعني بتحرك غصب عنك. اعطيكم مثال، الان انا شفت خطر رفعت ايدي، هذا اسمه فولنتري. مرات انا وانا ماشي اندقمت شويه، اجت عثرت بشيء معين، فلا اراديا مشيت اربع خمس خطوات للامام واتملكت نفسي. مين اللي خلاك انك تتملك نفسك؟ الله سبحانه وتعالى. عن طريق ايه؟ عن طريق الجهاز الاوتونوميك نيرفس سيستم. مش كل حاجه بدها تفكير، يعني تخيلوا معي الان لما انا الطفل شاف الغلايه وحط ايده عليها لقاها سخنه، لو بدنا نستنى زي ما بنتخيل انه حط ايده ويلا راحت الارساليه، سخنه يلا ارفع ايدك، مسافه ما يستنى ويقول سخنه ورافع ايده بتكون ايده ايه؟ بتكون ايده انحرقت وراحت في درجه ثانيه وانتفخت ايده. لكن هذا كله مومنتري، يعني لحظي، في لم يعني لمح البصر. طب ايش اعمل هنا؟ بقول لي الافيرنت حاجتين، في منهم اشياء انت تتحكم فيها اسمها فولنتري كنترول اكشنز، تتحكم بالافعال اللي تحت تصرفك الطبيعي زي تحريك الايد والرجل. وبقول لي في شغلات اسمها ايش هنا؟ اوتونوميك انفولنتري، لا اراديا. زي ايش يا استاذ؟ بقول لي زي العضلات اللي بتتحكمش فيها، زي الهارت. بقدر انا اقول للهارت لو سمحت اهدى؟ مش هيهدى. خلي واحد يتنكد، خلي واحد يزعل، خلي واحد يكره يحب، تلاقي قلبه ايش صار؟ يفضفض. الثاني الانتستين، في بعض الناس بيقول عنها انتستاين، لا هي انتستين افضل، اللفظ اللي هي الامعاء. احنا اكلنا الان، نقدر نقول الامعاء لو سمحتي انا ماكل لحمه وماكل حاجه كويسه وماكل شاورما على مهل، ولا تقولي لي والله اليوم انا ماكل سلطه يهضم بسرعه، لا ما نقدرش نتحكم. لا حاله تشتغل بلاد فيزلز، الاوعيه الدمويه، لو كل واحد بيقدر يتحكم فيها كان ما حد صار معه ضغط. الجلانس، الغدد، بيقدر الواحد لما يشوف الاكل قدامه كذا، او الطفل لما يشوف قدامه بيقدر ما يتملك نفسه؟ بيقدرش. إذن الأشياء اللي ما بنتحكمش فيها
بتيجي تحت الاوتونوميك نيرفس سيستم، الاشياء اللي بنتحكم فيها في حياتنا بتيجي تحت السوماتيك نيرفس سيستم. هذا كله جاي من وين؟ افرن، خليكم ذاكرين. والافرن جاي من وين؟ من بيرفرال. كمل يا استاذ. نيجي اخذنا لقيت ايش، ناخذ الشق اللي الثاني اوتونوميك. ايش بقول لي انا بشرحش بالتفصيل كل ايش كل كل التركيبه اللي هو التشريحيه، انا بدي اخذ الشغلات اللي بنصل فيها لعلم النفس اللي احنا بدنا اياه. اوتونوميك نيرفس سيستم له ايش بقول لي؟ تو ديفيجنز. بقول لي في قسمين يا استاذ للاوتونوميك نيرفس سيستم. يعني انت يا استاذ ايش قصدك في الاوتونوميك؟ عيد لنا كمان مره. هو اسمه الجهاز الذاتي العصبي الذاتي اللي انا بقدرش اتحكم فيه، بس بقول لي هذا له تركيبين، والتركيبين اوبوزيت. ايش اوبوزيت؟ يعني متعاكسات. سبحان الله، لله في خلقه شؤون. الله سبحانه وتعالى حط في جهازين في داخل الاوتونوميك بيشتغلوا عكس بعض. كيف عكس بعض؟ يعني اذا اشتغل واحد الثاني بيقف، واذا اشتغل الثاني بيقف الاول، وهكذا. لو التنتين اشتغلن ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني جزئيه من ايش؟ جزئيه من الاعجاز العلمي. وان كان بعض على الهامش، وان كان بعض العلماء فسروا الايه وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه انه صحيح، يعني ما جعل الله لرجل من قلبين صحيح انه الرجل ما بيصير عنده حمل، فبالتالي لا يمكن يصير عنده قلبين، بينما الامراه ممكن يصير عندها حمل فبيصير عندها قلبها وقلب الجنين. اعتبر بعض العلماء، يعني هذا من التفسيرات اللطائف تبعت الاعجاز العلمي على الهامش يعني. طيب بقول لي بيحتوي الاوتونوميك نيرفس سيستم على شقين، شق اسمه سيمباثيك نيرفس سيستم جديد، خلينا نحفظها زي ما هي. لو رحنا على القاموس حنلاقيها اسمها الجهاز العصبي التعاطفي، وبارا سيمباثيك اللي هو اللي بعده اسمه الجار تعاطفي. احنا بدناش نتخربط كتير في بعض الكلمات، خلينا نحفظها زي ما هي. ليش نحفظها زي ما هي؟ لانه ممكن احنا ما نفهمهاش الا يعني الا لما انا خلاص يعني ملاش ترجمه واضحه. اسمها سيمباثيك خلاص انتوا هيك. حتى مرات بعض الناس بالعاميه بيقول لك اللي هو السمبثاوي، السمبثاوي كلمه السمبث حنسمعها كثير حتى في المستشفيات. السمبثيك نيرفس سيستم اسمها الجهاز العصبي الايه التعاطفي. هذا ايش بقول لي؟ احنا تنسوش انه الاثنين بيشتغلوا ايش، السمبثيك والباراسمبثيك بيشتغلوا ايه، عكس بعض. طيب حاضر يا استاذ. بقول لي السمبثيك نيرفس سيستم بيشتغل في الامرجنسي، ايش يعني؟ في حالات الطوارئ سيتويشنز. As meeting snakes، شو snake يعني ثعبان حية، lead to increase blood sugar. واحد شاف حية أو شاف ثعبان أو شاف إشي بخوف قدام أو شاف كلب أو بده يعضه شيء، إيش بده يضل مرتاح يقول له أنا والله ما بخافش يلا أمرق من قدامي؟ لا حيخاف طبعا. وما ننساش إنه ممكن بعضكم يخاف من صرصور، طبعا مش بحكيها، يمكن بحكيها للدعابة. وإن كان مرة أنا عملت يعني هيك قلت للطلاب يلا ارفعوا ايديكم اللي بكل امانه، اتفاجأت للعدد اللي انا لقيته بخافوا من الصرصور، يعني استغربت. لكن خاصه صرصور الطيار، يا عمي ماشي طيار بس برضه مش طياره، بقصش يعني الناس يعني، فلقيت الامر كبير. طب ايش بقول لي انا؟ بقول لي انا لو شفت سنيك ايش بتصير؟ انكريز بلاد شوجر، بزيد عند السكر، الهارت ريت دقات القلب بتزيد، البلاد بريشر الضغط بزيد. يا ستير يا رب، طب ليه؟ طب بعد شو بقول لي inhibiting digestion، ايش يعني digestion؟ بكره حيقول لكم في الترمولوجي، ما بقولش digest نو عشان كلمه لاتينيه في وراها اي digestion. بقول لي كمان بقل الهضم للطعام. ايش كلمات هذه؟ بقول لي fight flight fright response. طيب ايش fight؟ الهجوم. طب flight الهروب. طب fright ايش؟ خوف. يعني كانه بقول لي انا الي علاقه بالكر والفر والخوف والرعب، هاي كل كلماتي. يعني باختصار انا كسمباثيك نيرفس سيستم هي اللي بده يقول لي يوصلني اياها، انا بشتغل في حالات الامرجنسي. وانتم قاعدين بتسمعوا الفيديو وقاعدين الان امام اليوتيوب اللي شغال عندكم السمباثيك نيرفس سيستم، وانت قاعد بتتكلم معي او على التليفون او مع اي حدا او محادثات بكون شغال السمباثيك نيرفس سيستم. طب متى يا استاذ بيشتغل باراسمباثيك؟ بيضلش الواحد ايش طول عمره سمباثيك والا بموت. نيجي العكس، العكس ايش؟ الراحه اللي هو الباراسمباثيك نيرفس سيستم. ايش قصدك يا استاذ؟ بقول لي دومينيت، يسيطر. ايش يسيطر؟ بقول لي في حاله الريلاكسيشن، في حاله الاسترخاء. حاضر. ايش بقول لي انا؟ بقول لي كونزيرف بودي انرجي. ايش كونزيرف؟ بحافظ على طاقه، طاقه الايش؟ الجسم. زي ايش؟ ضرب لي مثال حلو كتير. الولد الصغير لما بكون صايم، ومرات انت او انت بتكون لما تكون صايم ويعني في اول يوم في رمضان
ولسه ما تعودناش على الصيام، فراح ايش عند الافطار اكل كتير 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 الطفل، وشرب ميه زياده عن اللزوم. مباشره بعد ما خلص مباشره من حد ما صار عنده الامر والاكل الزائد، فورا ايش صار عنده؟ هان راح ينام، ما قدرش يضل صاحي. ليه؟ لانه بده يشتغل الدايجستشن. الدايجستشن اللي هو له علاقه بالايش؟ بالمعده والامعاء. هل قد شغل المعدة والأمعاء بنفعش يشتغل؟ شغل المعدة والأمعاء بنفعش يشتغل واحد قاعد بجري؟ لا، هو نايم، هو مرتاح. عشان هيك شو بقول لي؟ decrease heart rate. ايش يعني decrease heart rate؟ بده يبدأ يقل. هناك ايش قال لي؟ بده يزيد الهارت ريت. هناك ايش قال لي؟ بده يقل الهارت ريت. تنسوش يا جماعة، increase بزيد، decrease بقل. انسيت قول هاي ولو، اذا نسيت هاي ولو يعني ممكن تقولي رابد ويك، ما عندي مشكلة، مش شرط نحفظ بالحرف. فإحنا بنتكلم على إنه إيش بصير في الهارت ريت، يعني معدل القلب عماله بينزل شوية. طب البلد فلو اللي هو ليش بقل؟ بقول لي بقل الدم اللي واصل لمين؟ اللي واصل للسكيليتال ماسلز. إيش يعني سكيليتال ماسلز؟ اللي هو عضلات ها اللي في جسم الإنسان، اللي زي في الإيدين وزي في الرجلين. إيش قصدك؟ أنا ما فهمتش حاجة، إيش بتتكلم؟ بقول لي يا أستاذ، لما أنت تأكل وجبة كبيرة بتاخد الدم اللي موجود ها اللي موجود في العضلات وفي جسمنا، وين بدي أروح؟ وبدي أروح عشان أخلي الهضم يشتغل، بدي أروح أخلي الدم يصل للمعدة والأمعاء. وعشان هيك بعض الناس بقول لك الولد الصغير لما بياكل في رمضان، او انا لما باكل وجبه كبيره بشعر بالبرد لدرجه انه بصير بدي حدا يغطيني، وبعد ما بتغطي بتلاقي حالي نعست. صح كلامه. ليه؟ لانه الدم راح انسحب من كل العضلات الموجوده في جسمنا عشان يروح على المعده والامعاء عشان يهضم اللي ما شاء الله اللي 5 6 7 انواع من الطعام اللي بدينا ناكلها. طيب لاحظوا انه هذا كله ايش اسمه؟ باراسمباثيتك نيرفس سيستم، طبعا لا ارادي. وننسوا نعيد كمان مرة، سواء كان السيمباثيتك أو الباراسيمباثيتك لا إرادي. ليه؟ لأنه إحنا ما بنقدرش نتحكم فيه. لكن بدناش ننسى إنه السيمباثيتك وإحنا صاحيين وإحنا بنتكلم، والباراسيمباثيتك وإحنا إيه؟ وإحنا نايمين. بقدرش أنا أقدر إيش؟ بقدرش أنا أتحكم فيه. علشان هيك سبحان الله، يمكن أنا من الطرفة إني بدي أحكي عن بعض الشغلات شوي المهمة كتير، إنه بقولهم دائما لما تروح على البحر أو تروح على أي مكان يا ريت خلوا الأكل آخر شيء. يعني ما يروحش الواحد ياكل ويدب بطنه وبعدين يخش على السباحه. كثير من الحالات كانت تجينا للاسف، يعني صدن ديث، موت مفاجئ. ليه؟ لانه الان مش بنفعش نشتغلن مع بعض. الان واحنا بناكل وبنحضر وبنجهز اللي شغال ايه؟ السمباثيتك. من حد ما دبينا بطننا بده يشتغل الباراسمباثيتك، ورحنا نسبح بدنا نشغل السمباثيتك، فالاثنين اشتغلن مع بعض بموت الانسان، بصير عنده زي نوع من الستيفنس او بصير عنده يعني صدن دينجر له مخ خاطر اساسيه. مش موضوع اليوم نحكي فيه لانه لسه احنا في البدايه. طيب خلينا كمان نصل لهنا. ايش بقول لك؟ كومبوزيشن اوف نيورون سيلز. بدنا ناخذ النيورون لحالها، النيورون سيل الخليه العصبيه. تحتوي الخليه العصبيه على 3 اشياء. ايش هم يا استاذ؟ تحتوي، وعننسى وهذا برضو حفظ، النيورون سيل على سيل بادي، هي كتبها بالبولد، جسم الخليه دندرايتس. دندرايتس معناتها اهداب. ايش اهداب؟ زي الاشياء اللي هيك زي كانها الاهداب، زي اللي بتبقى زي اذا بتكون تتخيلوا معي زي خيطان بتكون هيك الطائره مع الهواء، يعني زي المتشعبه متشابكه مع بعض. بعدين في هنا اسمها الاكزون، ايش هي؟ المحور. ايش قصدك يا استاذ؟ السيل بادي جسم الخليه بقول لي انا اسمي لايف سبورت، انا مسؤول عن سنتر، انا مسؤول عن الحياه. Life support center of the cell. يعني إذا مات السيل بادي راح للنيورون كله. ليه؟ علشان هيك بصير شلل وخلاص بيقدرش الإنسان. ليش؟ وعلى فكرة فيش فيها رجوع، بالذات العصب بالذات يمكن ينجرح الواحد في يده بنخيطه، ممكن الكبد صار فيه شيء ممكن نعمل عملية، لكن السيل بادي راح خلاص مع السلامة. يبقى الكومبوزيشن اوف نيورون سيل، أول حاجة السيل بادي جسم الخلية اللي هو مسؤول عن الحياة. دندرايتس اللي هو الأهداب اللي قلنا عنها متناشرة زي الأريا العاملة اللي بتكون زي الرايه بتاعت زمان. ريسيف مسج، ليش هي منتشره او هيك على زي الاهداب الطائره؟ بقول لي انا عشان انا استقبل المسج اللي هو الرسائل ترانسميتد فروم اذر نيورون. ايش يعني اذر نيورون؟ اللي هو من الخلايا العصبيه الثانيه او من العصبيات الاخرى. بقول لي انا اسمي انتينا اوف نيورون، انتينا زي الانتين زي الاريال يعني بتاع زمان.
اللي هو كان يعملوه لما يجيبوا المحطات، مش زي الدش اللي بحكي عنه، اكيد بتتذكر، زي اللي بيجيبوا مرات بيحطوا بعض الناس عشان يجيبوا قنوات رياضيه محليه بيكون له اكثر من تشعبات حديديه. اللي بعده اسمه اكزون المحور. بقول لي الاكزون كاري نيورال ايش بيحمل؟ كاريز نيورال، نيورال سيجنالز اللي هو ايش انا؟ يعني بتكلم انا، يعني انا اشارات عصبيه. تو افكت ذا ماسل فايبرز، بقول لي انا الاكزون انا بحمل اللي هو العصبيات، الاشارات العصبيه، وين بوديها؟ على المسل فايبرز، بوديها على العضلات والياف العضلات عشان اخلي الانسان يقدر يرفع ايده، يقدر يحرك رجله علشان ويقدر ايش يمشي مثلا. طبعا ليش بحكي هذا الكلام؟ احنا الان عشان ناخذ تركيب شوي شوي لما نصل للي انا بدي اياه، وايش اللي بكره يعني بدي اتكلم على ايش اللي بياثر على الاعصاب في حياتنا. يبقى ننساش النيورون سيل بتكون من ثلاث اشياء: سيل بادي، دندرايتس، اهداب، اكزونز. خلينا نتوقف هنا ان شاء الله عشان انا مش حابب اطول كتير في المحاضره عشان اكثر من 30 دقيقه، ونكون نكمل ان شاء الله في المحاضره القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.